يعطيكم العافية جميعا، نادر معكم. يا جماعة الخير، هذا الموضوع وهذا التسجيل وهذا الحملة اللي رح نطلقها هلا هي من أهم الحملات ومن أهم المواضيع اللي حينحكى فيها بتاريخ لبنان. نحن يا جماعة الخير مثل ما كل صار معه خبر، فتنا بأزمة صحية جبرت الشعب اللبناني من كبيره لصغيره، أصحاب المحلات، أصحاب الشركات، الموظفين اللي بيشتغلوا كل يوم بيومه، اللي بيشتغلوا بالفاعل، اللي بيشتغلوا بشو ما كان، يقعدوا ببيوتهم من جمعتين لشهر. هيدا الشيء له إيجابياته إنه نحن هيك بنقدر نتخطى الوباء وما نصير دولة منتشر فيها الفيروس مثل دول غيرنا، بس هيدا الشيء له سلبياته إنه نحن حنجي آخر الشهر ثلاث أرباع العيال ما حيكون معها مصاري لا تدفع أجارات بيوت، لا تدفع أجارات محلات، لا تدفع اشتراكات موتير ولا تدفع شيء. كرمال هيك هيدا الموضوع بيتطلب حملة إنسانية لأصحاب البيوت، لأصحاب المحلات، لأصحاب الاشتراكات. هيدا الشهر اعفوا العالم من مستحقاتهم، أصحاب البيوت ما تاخدوا مصاري، أصحاب المحلات ما تاخدوا مصاري، أصحاب الموتيرات ياخدوا حق بنزيناتكم بلا ربح. هيدا الشهر بيتطلب حملة إنسانية إن كلنا نوقف حد بعض ونساعد بعض. إذا بده يجي آخر الشهر ونطالب بعض وما نساعد بعض وما نحمي بعض وما ندعم بعض، قليل علينا كورونا وقليل علينا الوباء وقليل علينا شو ما صار فينا. رجاء نشر هيدا الوعي بين بعض ونطلق حملات إنسانية لكل العالم تفهم إنه هيدا الشهر شيلوا الطمع وشيلوا حب المال وشيلوا حب الأرباح وفكروا بس بإنسانية، كيف نتخطى هيدي الأزمة وما يصير فينا مثل غير دول نموت على الشوارع. ويعطيكم العافية.